يعني نخش بقى على الليسون اللي بعده او اخر ليسون في المديول ده، اللي هو ديزايننج التيبل. بقى ازاي تعمل تيبل؟ يمكن احنا من شويه جربنا ازاي نكاري التيبل عن طريق المين سيكوال سيرفر، وازاي تحدد الكولومز بتاعته، وازاي تعملها برايمري كي وهكذا. واخدين بالكم؟ تعدي على السلايدز بتاعت المديول ده سريعا او الجزء ده سريعا كده. ففي عندنا حاجه اسمها نورماليزيشن للداتا. ايه نورماليزنج للداتا ديت؟ في دي وفي حاجه تحت انا عامل لها بولد تحت اسمها دي نورماليزيشن. شايف؟ تاخدوا بالكم؟ النورماليزيشن ببساطة خالص هو حضرتك وانت بتفكر تعمل داتابيس تحاول تقلل تكرار الداتا، تكرار الداتا، remove الداتا redundancy بالانجلش. لا الداتا مش الجداول، الجداول لو في حد هيكرر جداول ايه السبب اللي هيخليها يكرر الجداول؟ فكرة مثلا، لا انا اقصده ايه، انت مثلا وانت بتديزاين مثلا تيبل اسمه امبلوي مثلا، انا عندي تيبل اهو اسمه امبلوي مثلا، في اي دي ونيم وسالري وهكذا، صعب صح؟ بص بقى، تروح جاي انت ده مثال للتكرار داتا اهو، تروح جاي انت واخد بيانات الديبارتمنت وحاططها في نفس تيبل الامبلوي. ازاي اجي اعمل كده؟ اقول ايه مثلا على سبيل المثال؟ بصوا تعالوا اوريكم مثلا اي دي اهو، بص بعد كده نيم، كل ده بيانات مين؟ الموظف. حلو الكلام؟ رحت كده بقى اروح جاي اعمل ايه؟ بص بص خد بالك، ديبارتمنت نيم، مش كده وبس، كمان الديبارتمنت تليفون، رقم التليفون بتاع الديبارتمنت، مش كده وبس، كمان ديبارتمنت مانجر، مدير الديبارتمنت. طب هتقولي ده انت كده قررت ده؟ اه قررت. اقول لك قررت فين؟ لما اجي ادخل بقى بيانات، بقى بص لما اجي ادخل بيانات رقم واحد مثلا واسمه ايه، والديبارتمنت بتاعته اسمها كذا، والتليفون بتاعه اسمه كذا، والمانجر بتاعه اسمه كذا. بص بقى الداتا دي، شايف كل البيانات دي عماله تتكرر مع كل ايه، كل موظف من نفس الاداره، صح ولا غلطان؟ اهو ده اسمه تكرار الداتا. برافو عليك، ده ديزاين. ده انا عشان كده بقول لك ده ديزايننج، ده لازم تكون بتعرف ازاي تديزاين داتا بيس لو انت مهتم يعني بالقصه دي. وهتلاقوا زي ما قلت لكم في فيديو كده يشرح لك القصه دي على اليوتيوب عندي. فانت بص بقى، لازم تاخد ده كله كده زي ما كان الراجل الطيب ده بيقول، وتحطه في تيبل منفصل اسمه ديبارتمنت مثلا، حط له برده برايمري كي، ديبارتمنت اي دي، ديبارتمنت نيم، ديبارتمنت تليفون مانجر، وتدخل الديبارتمنت مره واحده بس، تقول الاي تي وتليفونها كذا والمدير بتاعها كذا ورقمها واحد، وتشيل كل الكلام ده وتستبدله برقم واحد بس، تقول له والله ده اسم الموظف ده في واحد. هتقولي طب ما واحد ده هتتكرر، مش مهم واحد ده اتغير، واحد ده او رقم يعني اصلا انتجر، غير لما تكرر بقى ايه كذا كولوم كتير او كولوم عدد كبير من الكولوم. ولنا مثال بسيط، هل لو انا عملت انسرت مثلا لثلاثه ريكورد، زي ما اعمل انسرت ل 10 ريكورد او 5 ريكورد او 6 ريكورد، ستة كولومز يعني، اكيد لو عملت انسرت الريكورد في 3 كولوم، غير لما اعمل انسرت الريكورد في مثلا 6 كولومز، صح صح؟ طبعا اكيد التاني هيبقى اوفر واسرع في البرفورمانس، وافضل فين في سرعه اداء الداتابيز بتاعتك. ها واضح؟ ده اسمه ايه؟ نورماليزيشن. في حاجه اسمها دي نورماليزيشن بقى بنستخدمها في الداتا اناليس، اللي احنا نعكس الدنيا شويه. يعني ايه نعكس الدنيا شويه؟ علم كده بيسموه اولاب موديلنج، فكرته ببساطه خالص ان هو مش مهم عنده التكرار، عادي مش مهم عندي تكرر الداتا، بس الفكره الاهم حاجه عندي يكون البرفورمانس بتاع ريتريفنج الداتا بشكل سريع. خدوا بالكم على فكره، لا انت تقعد تسبليت التيبلز لاكتر من تيبلز كده، هو بيسرع لك البرفورمانس بتاع الانسيرت والابديت والديليت، ولكن بيبطئ السلكت. اما الدي نورماليزيشن واللي انت تكرر داتا، بيسرع لك السلكت ويبطئ الانسيرت والابديت والمين والديليت. هتقولي ازاي الكلام ده؟ هقول لو رجعنا للمثال اللي كنت راسمه ده، لو الشكل ده قدامي، هل الاسرع ان انا اجيب اسم الموظف والديبارتمنت اللي فيه لو في ديبارتمنت نيم، ولا اسرع لو الاثنين في تو تيبلز في نفس التيبل؟ اكيد اسرع، صح صح؟ يبقى اذا هي سلاح ذو حدين، وانا بانسرت هتلاقي لما تقسم يبقى اسرع. ايوه برافو عليك، لان هنا في السيرش او في السيلكت هتاخد اكتر من تيبل، فبمعنى صح تاخد من التيبل ده وتجوين مع التيبل ده، فتلاقي نفسك في ايه؟ هيدك، تاخر شويه، البرفورمانس بتاع الجوين بتاعه تقيل اصلا.
جوين ستيتمنت وطبعه تقيل عن الكويري اللي من تيبل واحد. فتضطر تعمل ايه؟ تضطر تكويري الداتا، تضطر تروح تجيب داتا من هنا ومن هنا، فتبقى بيرفورمانس بتاعها سيئه. يقول لك لا، في الوير هاوس بقى، بما ان الوير هاوس اصلا كله ريبورتات، الداتا وير هاوس معمول عشان خاطر نعمل ريبورتس بس، مش معمول عشان خاطر ننسرت ونابديت ودليت، فعادي مش مشكله، ممكن اكرر وممكن بقى اطبق مفهوم الدي نورماليزيشن، اعكس العمليه. مش كنت بشيل عشان ما اكررش، لا حط بقى وكرر عادي مش مهم، بس المهم تطلع لي الريبورتات ايه بتاعتي بشكل سريع وبشكل مش فارقه معايا فكره التكرار خالص، عادي مش مهم عادي. المهم عندي الكويري بيرفورمانس. بتقرر تختار نورماليزيشن ولا دي نورماليزيشن، ديبند على النيدز بتاعتك واختيارك، وهل انت محتاج تعمل سيستم يعمل ايه. لو انا محتاج اعمل سيستم يطلع ريبورتات فقط، يبقى انا في الحاله دي ريبورتات فقط، يبقى انا في الحاله ديت ايه، هطبق الدي نورماليزيشن واكرر عادي مفيش مشكله للداتا. اما لو انا محتاج اعمل سيستم مثلا في بيع وشراء ومش عارف ايه، وفي حاجات كل شويه يحصل لها انسيرت وابديت وديليت، انسيرت وابديت وديليت اكتر من الريتريف، في داتا موديفيكيشن بتحصل كتير. ففي الحاله ديت لازم اعملها ايه؟ نورمالايزد، وما اكررش الداتا، لان تكرار الداتا في الحاله ديت هتبطئ لك البرفورمانس بشكل كبير جدا، سبيشالي فين؟ في الانسرت والابديت والديليت. ها؟ او بنسميها فيرست نورمال فورم وسكند نورمال فورم وثيرد ايه؟ نورمال فورم. انت وانت بتيجي بالديزاين بتبص بقى تعدي على الكلام ده. طبعا الجماعه البروفيشنال ما بيركزوش في الكلام ده قوي، ليه؟ لان هم اوريدي دماغهم مبرمجه اساسا. يعني انت واحد يجي يقول لي طبق بقى الفيرست نورم والسكند نورم، لا يا عم ده في ايه؟ انا هو دماغه اساسا متبرمجه انه اصلا ما يكررش الداتا، وهو بيديزاين الداتا تيبل بتاعه يطبق فكره النورماليزيشن، ما يعملش تكرار للداتا، لان ده الهدف اللي في الاخر. فمثلا فيرست نورمال ده يقول لك بص eliminate repeating groups in the individual table، شايف؟ يعني تيجي على التيبل معين ولو لقيت داتا معمول لها جروبنج تشيل، لو لقيت داتا معمول لها جروبنج تعمل لها تشيل، create separate table for each related data، تخلي كل related data تحطها في table ايه؟ في table منفصل. واخدين بالكم؟ identity identify each set of related data by using the primary key، لازم تحط ايه؟ تحط primary key. واخدين بالكم؟ second norm ايه؟ non key columns should not dependent on the only a part of primary key. واخدين بالكم؟ شوف شوف second four these columns should be in separate ايه؟ table and related by using the foreign key. واستخدم بقى موضوع الفورين كي وريليشن شيب زي ديبارتمنت نيم كده وتليفون اللي احنا كنا مجربينه. خدها حطها في تيبل تاني واديله برايمري كي وخليه بيريفير على نفس الايه؟ على تيبل الامبلوي لو هو الفورين كي. حد شايف شايف التيبل ده مثلا؟ ده كان تيبل امبلوي. انا هاخد بقى بارت لكل الجزء ده كده، شوف الكل ده كده جاي واخده كات ماشي، واروح جاي عامله بيست مثلا واروح ادي الديبارتمنت نيم والديبارتمنت تليفون ومانجر، واروح جاي مزود بس ايه كولوم تاني للمين؟ للكي اهو. بص اروح جاي مزود كولوم اهو، دي مثلا بلون اخضر زي ما هو كده اهو، اروح جاي مزود كولوم اهو اسميه مثلا اي دي، ديب اي دي، ايه رايك؟ ديب اي دي ماشي، واجي هنا كده اروح جاي حاطط ايه برضو ديب اي دي ماشي، وابدا ادخل بيانات بقى 1 2 3 او ده نورماليزيشن على فكره. ده انا كده عملت نورماليزيشن، خدت الداتا اللي عماله تتكرر ديت مش ريليتد للبرايمري كي خالص، قلت لا انا اعمل لها تيبل منفصل، واقعد بقى ادخل بيانات اي تي سيلز مش عارف ايه وهكذا، واخد بالك؟ ادخل بقى البيانات بتاعتي خالص، واجي وانا بدخل هنا بقول والله ده الموظف اسمه ايه؟ ده دوت في 1، ما اكتبش بقى اي تي خالص بقى، اقول ده في 1. بص بقى الكولوم ده بنسميه فورين كي، بنسميه فورين كي. ليه بقى اسمه بنسميه فورين كي؟ في كلمه فورين على فكره معناها اجنبي، يعني اصلا هو ليه سموه فورين؟ لانه اكشولي بيبص هنا اهو، وهنا برايمري كي طبعا اوف كورس، هنا برايمري كي يس، دايما يبص على برايمري كي، فعلا الفورين كي لازم يبص على برايمري كي. فبص حتى الاخر انت لما تيجي تدخل رقم هنا مش موجود هنا يضرب على طول، يعني ما ينفعش على فكره تدخل موظف رقمه 10، ليه يا عم؟ لان ما فيش 10 هنا، مش كده سموه فورين؟ بيبص على حاجه بره اجنبي، فهمت الفكره؟ البرايمري كي هو ايه؟ هو عباره عن حاجه يونيك، ونقول له ايه
ونوت الاو نال، ما ينفعش الاو نال خالص. الفورين كي هو بيرفرنس عليه على تيبل تاني زي المين، زي المثال اللي انا شفته من شويه كده، ديبارتمنت اي دي وريفرنس على ديبارتمنت. عندنا سيستم تيبل، سيستم تيبلز اللي هي داتا شباب بالمره، في حاجه اسمها دايما اي داتابيس كده تلاقي تحتيها تيبلز، وفي سيستم تيبلز، وفي فايل تيبلز هنتكلم عليها بعدين، والتيبلز بتاعتنا بقى على طول. والتيبلز ايه؟ والتيبلز بتاعتنا سيستم تيبلز دي اللي بيستخدمها ليه السيستم، ومن اول 2005 بقى خلوها هيدن، ما تقدرش تشوفها. في بعض الداتابيز بس تبقى باينه، زي الباك اب والباك اب والريستور هيستوري والحاجات ديت بتبقى باينه.